تتواصل مؤتمرات الدعم المرشح الرئاسي السيسي لفترة رئاسية جديدة من داخل مركز الأزهر للمؤتمرات. المؤتمر جاء لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية ومساندة القيادة السياسية في خارطة الطريق نحو النهضة الصناعية. من داخل مركز الأزهر للمؤتمرات تتواصل مؤتمرات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، دعما أعلن عنه اتحاد عمال مصر خلال مؤتمر اليوم بمشاركة أعضاء النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية والتي تمثل ما يقارب من 5 ملايين عامل في مختلف المؤسسات والهيئات. طول عمر عمال مصر عندهم وعي كامل بالاستقرار للدولة المصرية ودايما خلف القيادات السياسية على مر العصور، وده مش غريب على عمال مصر، انما احنا لما نيجي نتكلم نقول في دوافع الفترة اللي فاتت حصل ان فخامة الرئيس يمكن ادانا اكتر من علاوات خاصة، رفع الحد الادنى من الاجور، قانون العمل اللي هو حس فيه ان قال لابد ان احنا نشتغل عليه الفترة اللي جاية، لف الخطاب الاخير في وزارة في عيد العمال اصر فخامة الرئيس على ان لابد ان يكون العمالة الغير منتظمة، ويمكن ده ما فيش حد كان يعني راح للحتة دي خالص، ان هو قال ينشأ صندوق لدعم العمالة الغير منتظمة. نحن الآن على أعتاب إنجاز ما تم من جهد وعرق ومشروعات قام بها مرشحنا العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات الماضية، ونقترب من الاستحقاق الرئاسي القادم. المؤتمر جاء لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية، إلى جانب حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومساندة القيادة السياسية في خارطة الطريق نحو النهضة الصناعية. الفترة الرئاسية اللي جاية القادمة إن شاء الله هتبقى جني الثمار، لأن هو مع إن طبعا العالم كله بيتغير والحروب اللي بتحيط العالم العربي كله أو بتحيط مصر خاصة، يعني هو الحمد لله رب العالمين بالخلفية السياسية بتاعته والقيادة الحكيمة قادر يطلع مصر من اللي بيحيكوا العالم حوالين الحدود المصرية إلى بر الأمان بإذن الله. كنا محظوظين خلال السنين اللي فاتت، شايفين في الراجل اللي احنا نستحقه كبلد ومصر تستحقه، له مواقفه القوية والداعمة للقضايا الوطنية والقضايا العروبية أيضا. بنأمل في الفترة اللي جاية أنه يستكمل هذه المسيرة لصالح مصر وشعب مصر. المشاركون في المؤتمر شددوا وطالبوا بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب تنفيذ رؤية مصر 2030 من حياة كريمة ومستقبل صناعي زراعي وبنية تحتية جاذبة للاستثمارات. مؤتمرات تتزايد كثافة مشاركتها يوما بعد يوم في أنحاء الجمهورية، تأكيدا على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ويتزايد معها الأمل في استكمال بناء الجمهورية الجديدة والدخول من أبواب واسعة إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.